من كييف ينضم إلينا دكتور فالنتين ياكوشيك، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس الهيئة الاستشارية للمعهد الأوكراني للدراسات السياسية. بعد التحية دكتور، يسأل سائل في البداية، هل من مصلحة كييف أن تفتح جبهة خلافات مع حلفائها الآن بهذا الشكل؟ كما تعلمون تماما ما يحدث وكما حدث مرارا وتكرارا حتى في الدول العربية وفي الصراع العربي، عندما يكون هناك قادة لمجموعة دول مختلفة، عندما يكون هناك نزاعات في كثير من الدول المختلفة بسبب الخلاف في وجهات النظر. ولهذا الشعب السلافي مثل أوكرانيا وبولندا لابد أن يتجنب ويتخطى هذه المواقف السيئة، فبالتالي هم يواجهون الآن بعض المواقف المشابهة كما حدث في العالم العربي من قبل. هناك خطأ كبير في كلا الجانبين، في القيادة الأوكرانية وكذلك في القيادة البولندية، ولكن في النهاية أوكرانيا مستقلة بشأن قراراتها وفيما يتعلق بأوكرانيا، وهذا يعني أن القيادة الأوكرانية لابد أن تكون حذرة في شرح وجهة نظرها وملاحظاتها وأي انتقاد من جانب أوكرانيا تجاه الحلفاء والدول الجوار. بالطبع بولندا اتخذت بعض المواقف غير الودية فيما يتعلق بالإجراءات الأوكرانية منذ عام ونصف كما حدث في فارغو، أيضا بشأن الصادرات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا كانت هناك بعض الخلافات، وهناك استمرار للخلافات في هذه الأيام. ويمكن أن نتفهم موقف القيادة البولندية لأنهم يعتنون في البداية بشأن الانتخابات والنتائج الخاصة بالانتخابات التي سوف من المخطط انعقادها في القريب العاجل، حيث يرغب الرئيس البولندي والقيادة البولندية أن يكون لديها موقف وطني أكثر من أن يكون موقف دولي. وأعتقد وأفترض أن هناك بعض العوامل في هذا المسرح فيما يحدث الآن، ربما يكون هناك بعض من القيادة الأوكرانية هناك عمل مضني مع القيادة البولندية لحل هذه الخلافات ومع الحزب القائد في بولندا لحل أي خلافات ربما تؤثر على الانتخابات البولندية. في ضوء ما تشير إليه دكتور، يعني كان يعني البعض يتحدث عن كييف ربما كانت تستطيع أن تحتوي هذا الخلاف بشكل آخر، رئيس الوزراء البولندي يذهب بعيدا عن حظر الحبوب، هو يهدد أيضا بفرض مزيد من الحظر على منتجات أخرى أوكرانية، هل تعتقد أن أفق هذا التصعيد سوف تستمر أم أنه ربما يخضع الطرفان في نهاية الأمر إلى صوت العقل ويمكن امتصاص هذا الغضب من جانب كييف ومن جانب بولندا والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات الثنائية بينهما؟ أود أن أشير إلى تاريخ الدول العربية والخلافات بين الدول الجوار العربية، وكانت هناك كثير من القرارات الخاطئة في ظل النزاعات وقد عانوا كثيرا في موقف العلاقات القائمة والمتبادلة. بولندا وأوكرانيا لديهم نفس الحالة، وهناك حاجة ملحة إلى تعزيز وتحسين العلاقات المتدهورة بينهم، وبالطبع لدينا الكثير من الصعوبات في كلا الجانبين وأيضا فيما يتعلق بحظر بيع وصادرات المنتجات، ولكن كما ذكرت كان هذا قرارا خاطئا من جانب الرئاسة الأوكرانية لبدء هذه الإجراءات العنيفة المتحيزة ضد بولندا حتى وإن كان هذا في صالح أوكرانيا، ولكن لابد أن نتفهم ما هو وجهة نظر القيادة الأوكرانية والبولندية. هناك حاجة إلى فوز في الانتخابات البولندية ولهذا تظهر هذه النزعة الوطنية، وأعتقد أن الرئيس الأوكراني ووزير ورئيس الوزراء سوف يتخذون خطوات لوضع في الاعتبار حل كافة الخلافات الخاصة بحظر صادرات المنتجات الأوكرانية ودعم الانتخابات البولندية من خلال المحاكم الدولية، وأنا على يقين سوف يكون هذا الموقف بنفس الشكل الذي طرحته. وأعتقد أن القيادة الأمريكية سوف تعطي المشورة إلى بولندا وأوكرانيا لوقف هذه النزاعات
الابتعاث والاقتتال في وجهات النظر لحل هذه الخلافات بشكل الودي. سوف نرى خلال أسبوع ما هي القرارات النهائية عند عقد الانتخابات البولندية، وسوف تفوز القيادة السياسية بهذه الانتخابات، وسوف بعد ذلك ربما يكون هناك تنازلات لأوكرانيا، وأوكرانيا سوف تدفع بعض التنازلات أيضا خلال الأيام القادمة. وأنا على يقين لن يكون هذا نزاعا طويل الأمد، سوف يكون هناك في النهاية حل لهذه النزاعات، وسوف تكون هناك تحكيم لصوت العقل وعودة إلى العلاقات الودية وأيضا العلاقات البناءة والتسوية بين الطرفين. ولكن هذا أيضا له تداعيات بعيدة المدى في أوكرانيا، حيث أوكرانيا لابد أن تتفهم أن كثير من الدول الأوروبية في كثير من الصعوبات يتصرفون بناء على مصالحهم الخاصة وعلى مصالح اللجنة الانتخابية والمصالح الوطنية، ولكن ليس على المستوى الدولي. دكتور إذا تكرمت، وحتى يتم ما تشير إليه حضرتك وتستمع الأطراف لصوت العقل، بولندا قالت بوضوح إن على كييف ألا تنسى أننا من يقدم المساعدات إليك. وبولندا كما تعلم دكتور دولة ممر وعبور رئيسية لكثير من المساعدات خصوصا العسكرية منها، وهنا السؤال إلى أي درجة يمكن أن يؤثر ذلك على أن تكون بولندا دولة ممر وعبور لكل المساعدات العسكرية الغربية والأمريكية لكييف؟ بولندا تعتبر من الفاعلين الأساسيين كدولة معبر للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الصادرة من الولايات المتحدة وكثير من دول الغرب. هناك ميناء أساسي في هذه العملية من دعم بالمساعدات القريبة من الحدود الأوكرانية، حيث تأتي هذه معظم المساعدات من الغرب والولايات المتحدة. وأود أن أكرر أن أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على بولندا كحليف قوي أكثر مما تعتمد بولندا على أوكرانيا، وأوكرانيا لابد أن تتنازل عن بعض الإجراءات ولابد أن تتخذ كافة المساعي اللازمة الإيجابية لتعزيز العلاقات الودية مع بولندا، حتى وإن كان أوكرانيا تتفهم أن هذا ليس عادلا بالنسبة للزراعة الأوكرانية، ولكن لابد أن تقدم أوكرانيا التنازلات لحظر وإزالة أي حظر على المنتجات الأوكرانية. كما تعلمون أنتم في مصر وأنتم مع فأكم الأقوياء الذين يقدمون لكم الدعم بالسلاح والتمويل، ربما تكون هناك بعض الصعوبات في العلاقات المتبادلة، ولكن في النهاية لابد أن نحكم صوت العقل وننتظر دون تصعيد، لأن مصر وحلفائها يعتمدان على بعض ولهم مصالح مشتركة، ونفس الوضع بين أوكرانيا وبولندا. لابد أن يكون هناك كثير من الرؤى السياسية دعما لهذه المساعي الودية هذه القرارات، حيث أن هناك الكثير من البيروقراطيين الأوكران، ولكن هناك كثير من المستشارين الذين يحكمون صوت العقل. فبالتالي كانت هذه مشورات خاطئة إلى أوكرانيا والرئيس الأوكراني، وأنا على يقين أن هناك تفاهم مشترك في القيادة الأوكرانية، وسوف يكون هناك دعم لكافة المساعي الإيجابية لحل هذه النزاعات بالشكل الودي مع بولندا وكثير ومع الحلفاء من الدول بناء على المصالح الوطنية والمتبادلة، وأن يكون هناك تحقيقا وتحكما لصوت العقل وعدم الحديث عن هذه المشكلات، ولكن التركيز على كثير من الإجراءات البناءة. شكرا جزيلا دكتور فالنتين ياكوشيك، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس الهيئة الاستشارية للمعهد الأوكراني للدراسات السياسية.